أكد وزير الصحة والسكان مختار حزبلاوي في معرض رده على انشغالة النواب أنه تم تلقيح 650 ألف مواطن حتى الآن ضد داء البوحمرون، بالإضافة إلى تسجيل 15 حالة وفاة مؤكدة. إن شاء الله هذا والشرع في الجزائر 2018 مرض الحصبة أو البوحمرون ساعدنا باش تم تلقيح أكثر من 650 ألف مواطن على التراب الوطني، وهذا الداء بوحمرون مازال منتشر حاليا في بعض الولايات في الجزائر. قامت